طيب هل هناك بقى في تحضيرات قبل تركيب البالون؟ عايزين نعرفها دكتور، ايه خطوات التحضيرات دي؟ بص يا فندم، هو من ميزات البالونه يعني مثلا جراحات السمنه المفروض طبعا ان بيبقى فيه تحضيرات قبليها، المفروض ان العيان دوت بيبدا ان هو يخش في نظام، والنظام دوت بيتم انقاص شويه وزن عشان يقلل الدهون اللي موجوده على الكبد، عشان الجراح لما يخش ما يلاقيش الكبد متضخم من كتر الدهون اللي عليه ويعرف يعمل العمليه بشكل مناسب. الحقيقه بالنسبه للبالونه مفيش تحضيرات واضحه، لكن طبعا لو كان الشخص دوت مثلا بياخد مسكنات بشكل كبير فغالبا المعده بيبقى فيها التهابات، فاحنا مش محتاجين ان احنا نعمل بالونه ونخش نلاقي التهابات ونعمل منظار اسف ونخش نلاقي التهابات في المعده ونقول له لا احنا اجلنا، لا. يعني لو حضرتك عارف انك بتاخد ادويه مؤذيه للمعده، نبدا ناخد كورس علاجي من الادويه المضاده للحموضه فتره محدده لحد ما الاعراض بتاعتك تروح او الدكتور بتاعك يقول لك كفايه لحد كده، وبعدين افضل ان احنا نعمل البالونه. الحاجة التانية برضو ان اثناء فترة التركيب مجموعة من المسكنات الدكتور المعالج بيبلغ المريض انه مش مفروض ان هو يلجأ ليها او المفروض ان هو ياخدها، لانها بتزود احتمالات لا قدر الله يحصل مشاكل اثناء التركيب. اخيرا الناس اللي غاويه برضو اكل من بره بشكل كبير وبياكلوا اكل سريع كبيرة طبعاً على المعدة. المفروض طبعا من المتوقع ان احنا لما نخش نلاقي المعده نلاقي فيها شويه التهابات، فبرضو المفروض ان هم يبلغوا الدكتور بتاعهم قبل ما يركبوا البالونه. طبعا ده بيقلل من مدتها دكتور، من مده صلاحيتها. لا مش قوي كده، هي في الاخر هي ليها 6 شهور، ده الضمان. يعني احنا مش مفروض ان احنا باي حال من الاحوال ان احنا نعدي المده اللي المفروض انها تقعد فيها، ولا اقل ولا يعني اقل، ممكن طبعا اقل، بس يعني غالبا احنا بنستفيد بالمده كامله، لانه طول ما هي محطوطه طول ما هي مديانه فايده.